بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق دمنهور الدولي بتاريخ 18/2/2023، نعرفكم الأسعار الجاموس الوالد. ما تبخلوش علينا بلايكم والاشتراك في قناة أصل الريف المصري 1 و2 و3 على اليوتيوب وكواي والتيك توك والفيسبوك. تابعونا، هنسمع النهاردة أسعار خيالية، أسعار وربنا يعوض علينا. حلقة بيع وشراء بالصلاة على النبي. السلام عليكم يا غالي، ازيك يا حاج؟ الكلام فيها بكام؟ الله اعلم. انا اشرب فينا ان شاء الله. مش بيشتروا فيها دلوقتي؟ لا لا، ايه اللي بيشتروا فيها؟ ما هي؟ دي؟ الكلام فيها بكام؟ 43. 43,000؟ نهين بقى. ب 43. نهين. على غشيم. منين يا معلم؟ قول له عيش وفرحي. ما تطلعش. نهين في 43. يعني خلصوها ب 43,000؟ لسه. والكلام فين اصلا ب 43 دي؟ فين؟ 49. 49. يا فين؟ هي اللي وقفت دي يا باشا. 49. ما تسحبها وطلع بقى كده اهو. بقول لك سحبها وطلع بقى كده اهو. 49. كم؟ ب50 ولا ب49؟ ها؟ عم ب49. اخر كلام 57. هي فين يا حاج؟ فين الجاموسه دي؟ وصلت 50. وصلت 50؟ هي فين؟ عارف فين يا والله. هي اختفت لابسه طاقه لخفه ولا ايه؟ دي دي اثنين وخمسين. هي دي يا جماعة، هي دي. كلام شغال في اوق بالصلاة على النبي، والدة مرتين. دي ب50. أبو بقول لك مش راضيين همك، عاوزين 52. عاوزين 52,000. خلف ذكر هنجيبهم، بس عاوزين نشوف شاب خالي. بكام يا معلم؟ زي ما تقول والله جنيتنا. الله يرزقك. كله انيتنا ما انا عارف. والله جنيت يا عم. والله جنيت يا عم. الله جنيت. وصلت 50,000 دي؟ 50,000. بس لسه البيع ما تمش. ايوه البيع ما تمتش لسه. مش فلس يا ابني. ذهب يا جماعه الدره. الصلاة على النبي. الكلام شغال. اتفضل يا باشا. ازيك يا غالي؟ شفت الحال يا باشا؟ الكلام خلص على خير. لسه يا باشا متسعر على 51,000. زي بعض. 51؟ متسعر على 51. شو دي؟ كم يا حاج؟ كم البيع بكام بامانه؟ لسه بقى مش بنشتري. اشتري ب 51. 51 يا فكري. سيبه على كل انت عايزين. سيبه اهو. صور الفلوس اهي. حق الجاموسه ب100 جنيه اهو. 51,000. الصلاة على النبي. بقول لك 51. يا جماعة تم البيع ب 51,000. فيها قد ايه لبن يا معلم؟ 5-6؟ اه يا اخي. ارزاق 5 كيلو؟ تم ب 51,000. الصلاة على النبي. الكلام برضه لسه شغال، لسه برضه ما خلصوش. الصلاة على النبي. اه كلام لسه برضه ما تمش برضه. والله يا ابويا ما حصلش. والله لسه تدوسوا عليه. طب زي بعض. افتح الله يا رب. افتح الله يا عاطف. يا اولا الشاب بك كفران. انت بتقول اسلمان؟ الله وكيل زايد. اسلمان انت اللي بتقول؟ الله وكيل زايد. الله وكيل زايد. يا عادل عيش ابو خد ببلاش. والله زايد. طب زي بعض.
زي بعض يا دكلة يا دكلة حل عندك دم طب زي بعض والله جدا عشمته خدته والله جدا خدته ادفع متل الواد تلتو مي افتح الله والله على الطلقة لازال تتنص كلك والله جيد انت مرضي والله جدا يا اسلم الحق جموسة معك كله يا عم يا زي بعض لا يخطم غفوص بعض طب زي بعض امسك والله يخطم غفوص اقول لك امسك والله زيد امسك ولادته بس يا بنت عمل الدكام لحد أربعة 53 ونص يا سلمان 53 ونص ومش راضي قلت كلمة الراجل 54 ألف لا كتير لا خد لا كتير لا اشتري كتير اشتري بس يدعيل عندي 300 يا عم عندي 300 مش معايا عاطي والله واحد جاموس أربعة 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 على الطلقة على الطلقة عشمت في القلب بقول لك عشمته خدته ولك خل عندك دم والله يا خدها سلمان خل عندك دم يا عم 54 يا خد انت حاجه مصدر يا عم زي لما فتح مز الجاموس اهدى خلاص كده يا جماعه تم البيع ب 54 الف والراجل استلم فلوسه الصلاه على النبي لسه هناك وهنروح المريخ ربنا ينجي لا تعليق على الاسعار الدنيا راحت في داهيه تم البيع ب 54 الف ب 54 تم البيع ب 54 لا وضع الدنيا قرصان طيب قرصان طيب دول يا حاج مش عاجبك السعر عجلة تاني ولد ليها ودراها صغير مش كبير يعني كبير عددك ربنا يهون والله يا عم انا معدولين بس اعلى جاموسه شفتها هنا انت نازل شكلك نازل تشتري ايوه اعلى جاموسه شفتها هنا بكام ها اعلى جاموسه والله ما ايش يعني بكلمهم اعلى جاموسه 69 65 الف والله ما عدوش 70 ما ايش يعني بكلمهم ما عدوش 70 الف اعلى جاموسه معديه توصل 65 الف هنا ركا ها ب 65 ورديتها كنت جايب كام؟ انا لما كانت جزيره ب 65 ما في منها بقى خالص كنت اشتريت واحده ب 65 ورجعتها لي بقى ها؟ رجعتها لي ايه؟ ما ظبطتش في الحليب ما ظبطتش في الحليب جربتها كانت كام يوم؟ ها؟ اربعه ده لا تاخد لك 10 ايام ما هو التحضير ده غلط وبيأثر لا لا هي فيها اللبن بس كان فيها ثلاث ناس بيرشوا فيها عيب شرعي يعني سعري هذا يا جدعان والله اصلا انت لازم تشتري رقم يا والله ما عارفين نشتري مش عارفين تشتري عارفين اسعار ياما لا هنا التجار بتبالغ ونادر ونادر قوي اللي بيقول لك صور لا بيضرب بيضرب تعال نشوف بقى حلقه البيع والشراء دي تعالوا كده صل على النبي صل على النبي تكسب شوف الطاقه لو فيها ملي بقول طاقه وابيعها بالله هو نظام كده يابا صل على النبي يا عم الحاج احنا كدابين وخد اسميني وعين عنا شفنا كدابين ورصد يا عم احنا ما بنعرفش ما بنكتبوش خالص كام؟ 4000 يا فين؟ بس دي الثانيه دي ب 55000 اهو بيتكلموا دي ب 55000 على كلام الناس والده يجي سبع مرات دي ولا ثمانيه دي خلاف يا معلم خلاف يا معلم برضه حلقه بيع وشراء هيك شغاله كم غالي كم مش فارق 52 مين بقى
رحت عند الحاج مادي بتاع الشيخ يا اخي ننعمي ما نشوف دولة وننعمي ما نشوف دولة ما كذبت عليه يا عم رحت عند الحاج مادي اسمع يا جدعان هي بتضرني والله بتضرني سيب لك العيد يا عم عيد لك مين خد لا خد العيد ما انا قلت لك سيب العيد والله ما كذبت الله يا عم انت انضف والله ما كذبت عليك على اطفال فين الجاموسه اللي بتكلم والله والله بال 55 هي دي صلى على النبي اللهم صل على النبي والد اربع خمس مرات صلى على النبي والله والله الف انتيه حوالي 70 كلام تبع لي يا حاج كورة طيب طيب يا ولا بيجيني ما كذبت عليه ازيك يا معلم درب سمي بسم الله والنبي صلى على النبي ما شاء الله اللهم صل على النبي سمي بسم الله صلى على النبي صل على النبي سمي بسم الله صلى على النبي دي جاموسه اللي بيتكلموا عليها شيء كده من وشك قولش على النت دي اللي بيخلصوا فيها حاجه تجاره الغرباوي يقول انت كنت تجاره الغرباوي وادي الخلف نتايها جبت الغرباوي يا ولد صل على النبي اللهم المصلحه فتح وانت راجل وبين على شكل هو انت راجل خبريه وانا من شبحات انا راجل يا راجل كلام فيها بكام كلام فيها بكام بس والله ما بنعيش 54000 عايز حاجه من كده كلام شغاله والله انا عندي منك جاموس على 500 ولا على كلام شغاله ايه كلام شغاله يا محمد راح منك اخويا ما كذبت عليك الحاج انت طلعه بس طلع عليه اللي عنده منه صلاح عليه يعني اسعار 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 جميله اسعار حلوه النهارده ربنا يستر 54000 رحمه الطاهر ما كان يكون 10 بعدين على الطلاق بالخمسه على المصحف على المصحف على المصحف لما كتبت عليه اهدي 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 بس استنى كلمني طب كلمني على طلاق كده بتسيب على العده فلوس كبيره خلاص ما تنفع والله هتكسب خطب بعضها هتكسب لا خطب بعضها لا والله هتكسب على طلاق ب 70000 والله بتنفع والله بالخمسه بنبيعها برضه عشان برضه ايه ما تقولش كان ولا انا مش هعرف 55000 ومش راضي والله بعرف 45 على الطلاق انا شاري شبشيبه عايز اكتر من كده وحياه المصحف انا شاري شبشيبه بس والله 55 ومش راضي اي نقعد كام والله ما اعرفش والله ب 5 بتكفى على الطلاق يا ابو المصحف والله بنحاول نقول لكم كل حاجه على الطبيعه انا رديت السوق ده منهور حلقات بقى وشراء هي هو عارف انا في الدنيا على الطلاق بال 55 بص بص وحياه المصحف بال 55 نتيجه عايز اكتر من كده اللي احسن من الدنيا عايز تسمع الناس تشتري كام يا بابا اشتري ب 55 بطاقه ما كتبناش يا عم انت قلت ما بخمسه ايه ايه والله انا رحمه اخويا غالي ما تنفع على المصحف تنفع ايه عيب ما يخليش حد يعرف بينه وبينك ايه يا ابو الحاج عيب ما انزل اجو يا ابو الحاج ايوه يا ابو الحاج ايوه يا ابو الحاج ايوه يا ابو الحاج يا صديق هي دي يا باشا هي دي بص يا عيال هي الحلاوه دي بعدين انا بديك اشوف بس سيب العزله سيب العزله بص على الجاموسه هي الجاموسه يا عم الجاموسه 100 100 الله ربنا يرزق يفتح يا ابو الحاج يا ابو الحاج مش خد المال يا ابو الحاج احنا ما بنخبوش حاجه يا ابو الحاج يا ابو المصحف ما كتبت عليه يا اخي ما تزغبنيش بقى يا اخي ما تزغبنيش ب 55000 مقفول تم البيع ولا ايه النظام؟ لسه شغال؟ 55000 كلام شغال حد لا اله الا الله لوحدين لوحدها من خلال خلفه؟ والله ليه كده؟ 55 غير الخلف وعيشك ما يولعك يا ابني بسوا على المحل فتح يا ابني غلطتك عندي لو تنفع من المسرح على الطلاق ما تنفع خلف خلف ايه تتاخد لوحديه تاخد لوحدها من غير خلف معاه لوحديه
طيب طيب اهو اهو من بعال وحدك ربنا يرزق كل من كان. الكلام شغال برضه لسه الكلام شغال عليك.